كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. آخر تحديث للسوق، السوق ممل جدا، وضع البيتكوين مخلي كل العملات تمشي خطوة بخطوة مع البيتكوين. شمعة الأربع ساعات هي أصدقاء، خبرت الشباب أنا على التليجرام أنه شمعة الأربع ساعات اللي بعدها راح تكون شمعة سلبية، يلي عنده صفقة يحاول يخلص منها طبعا بدون خسارة. كانت الشمعة الأربع ساعات يلي بعدها كانت شمعة سلبية، هي الشمعة بتوقع تكون خضراء أصدقاء بعد ما صار عملية بيع هوني، وصل لمستوى 33 ما كسره. منطقة 33 يعني منطقة أثبتت جدارتها، صار عليها معارك طاحنة بين الأشخاص يلي عم يشتروا والأشخاص يلي عم يبيعوا، والحيتان تحديدا. شو المناطق يلي بتوقعها أصدقاء البيتكوين؟ أنا بتوقع بشكل كبير أنه يرتفع، لكن هل يا ترى بده يرجع يلامس مناطق معينة قبل ما يرتفع؟ هذا الشيء ما بنقدر نحن نتنبأ فيه أصدقاء، لأنه السوق في حالة يعني في حالة تغير مستمر. يعني اليوم نحن بنقول تحليل، بعد بساعتين ثلاثة بيتغير التحليل بشكل كلي. أهم شيء أنت احترم مناطق الدعم، مناطق المقاومة إذا أنت عم تشتغل مضاربة. أفضل عملة لحتى تشتغل عليها مضاربة صديقي الآن هي عملة ماتيك. عملة ماتيك شغل عليها مضاربة شغل رائع جدا. شفنا طلعت للدولار 25 سنت، نزلت للدولار 20، نزلت لل 15، طلعت لل 20. هون شغلك أنت وهون مربحك. هالارتدادات هاي بكل ارتداد بتعمل لك مبلغ 5% من رأس مالك. حاليا هي دولار و13 سنت، حتى هي فرصة رائعة جدا للتخزين. إذا أنت حابب تخزين هالعملة هاي، صدقني هالسعر هذا ما راح تشوفه ممكن بعد بأسبوعين بثلاثة، بعد بشهر راح تحلم فيه لهالسعر هذا. من القريب تقريبا كانت ضاربة قمة دولار و70 سنت تقريبا من 7 أيام. من العملات هي يلي انهارت مع البيتكوين ورجعت ارتفعت مع البيتكوين. الماتيك طبعا من العملات يلي بتستعيد عافيتها بشكل سريع. عملنا توصية امبارح على الماتيك، دخلنا فيها مضاربة، حققنا فيها اهداف الحمد لله. على المجموعة المجانية، مجموعة التليجرام المجانية، كانت صفقة هدية للأعضاء هناك. اول شيء بدعوك انا تنضم لمجموعة التليجرام، وإذا ما لك مشترك بالقناة كمان تشترك صديقي لحتى توصلك كل فيديوهات جديدة وتحديث أول بأول كمان للعملات الرقمية وشو أفضل عملة نشتغل عليها بشكل يومي وتحديث لوضع البيتكوين. وإلى اللقاء أصدقاء، فيديو جديد إن شاء الله.